جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل يقول: هل يجوز أكل لحم سمك أو القرش أو القرش مع أنها مفترسة؟ وهل للسمك ذكاء كما للبقر والإبل والغنم؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أن كل ما لا يعيش إلا في البحر أنه حلال، قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فكل ما لا يعيش إلا في البحر من أنواع السمك إنه حلال أكله، ولا يستثنى من ذلك شيء على الصحيح، ولا يحتاج إلى زكاة، قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان الكبد والطحال. فميتة البحر حلال، إنما الزكاة تجب في حيوانات البر التي لا تعيش إلا في البر، هذه هي التي يجب أن تزكى قبل أكلها.